من القاهرة أرحب بالكاتبة المختصة في القضايا الإقليمية هند الضاوي. أهلا بك سيدة هند. مناورات حماة النيل وأيضا مناوشات بين الجيشين السوداني والإثيوبي نجدها على طرف آخر، هل هي عين حمراء من القاهرة والخرطوم تجاه أديس أبابا؟ بالطبع، يعني من اسم المناورات حماة النيل وقبلها مناورات مشابهة بين مصر والسودان، نسور النيل واحد واثنين، هي عبارة عن رسالة خشنة إلى إثيوبيا بأن هناك بدائل كثيرة ربما يعني بديلة عن عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة قبل الملء الثاني. إثيوبيا ما زالت تتعنت وتصر على موقفها لأسباب داخلية ربما تتعلق بأن الحكم في إثيوبيا أو إدارة أبي أحمد يعني لديها مخاطر كثيرة وتورطت في حرب عرقية أو محاولة إبادة للتجراي، وبالتالي هي تحاول يعني أن تبحث عن قضية وطنية من خلالها تشرع طريقة حكمها، خاصة أنها لم تجري الانتخابات في موعدها، وبالتالي الأمر هذا أدى إلى صعيد كبير من إثيوبيا ربما يكون غير واقعي إذا نظرنا إلى الأوراق المصرية سواء كانت الدبلوماسية أو العسكرية، وبالتالي ننتظر الأيام القادمة، ربما الساعات القادمة سيكون هناك قرارات، يعني إما أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لتحل الأزمة بشكل دبلوماسي يضمن حق الجميع، إثيوبيا في التنمية ومصر والسودان في الحقوق المائية التاريخية، أو أعتقد أن سيكون هناك تصعيد عسكري ربما في الفترة القادمة. ويعني على ذكرك التصعيد العسكري، هناك من يقول أن الصبر المصري على تمادي إثيوبيا قد بدأ بالنفاد، ما هي الأوراق التي تمتلكها القاهرة للضغط على أديس أبابا في المرحلة المقبلة؟ يعني أولا أعتقد أن تم استنفاذ كل الأوراق الدبلوماسية سواء كان في الاتحاد الإفريقي أو في مجلس الأمن حين دخلنا تحت البند السادس، وأيضا أن القوى الكبرى تتصارح حاليا داخل القرن الإفريقي على مصالحها، هذا الأمر عرقل أن يكون هناك عودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، والفصل السابع قراراته ملزمة. الوقت ضيق، أعتقد لن يكون هناك توجه للذهاب إلى محكمة يعني العدل الدولية، وأيضا إثيوبيا ترفض فكرة الاتفاق الملزم من البداية. مصر استمرت لعشر سنوات تسعى لعقد اتفاق من أجل حماية حقوق الجميع وأن نحافظ على العلاقة ما بين شعوب إفريقيا، ولكن الموقف الإثيوبي والتعنت الإثيوبي حتى في طريقة التعامل في القضية الحدودية مع السودان يؤكد أن إثيوبيا تبحث عن حرب ربما لأهداف داخلية، وبالتالي مصر أعتقد كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة، الملء الثاني لن يتم إلا بموافقة مصر والسودان وعقد اتفاق. أصرت إثيوبيا على الاستمرار في تعنتها، فأعتقد أنها تتحمل نتيجة ما سيحدث في القرن الإفريقي أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، تحدث بأن الولايات المتحدة تسعى لوضع يعني مقترحات جديدة غير تقليدية، هذا يعني يحتمل معاني وتأويلات كثيرة، لا نفهم ما هي الحلول الغير تقليدية لهذه الأزمة لأن مصر تضع الخطوط العريضة وهي عقد اتفاق ملزم. نعم. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة القصيرة الضغط على إثيوبيا للقبول بهذا الاتفاق أو حتى تأجيل الملء الثاني حتى يتم الاتفاق أم لا؟ هذا سنراه في الأيام القادمة، لكن مصر أعتقد أنها حسمت موقفها بأنه إذا رفضت إثيوبيا التفاوض ستتخذ خيارات أخرى تمنع الملء الثاني ووقوع ضرر على مصر. بالحديث عن الموقف الأمريكي نجده متذبذب بعض الشيء بين تأييد للقاهرة أحيانا وإثيوبيا أحيانا أخرى، ولا يبدو محايدا أو واضحا بشكل ما. ما هي حقيقة الموقف الأمريكي اليوم؟ الموقف الأمريكي قبل التصعيد في غزة من مصر يختلف كثيرا عن بعد وقف إطلاق النار برعاية مصرية، بمعنى أن جو بايدن تعلم أنه من الديمقراطيين، والديمقراطيين منذ عهد أوباما لديهم خلافات مع الدولة الوطنية المصرية، ومصر كان لديها اتهامات واضحة بأن أمريكا كانت وراء الفوضى التي ضربت مصر في مرحلة ما. جاء جو بايدن معبأ بأفكار أوباما، ولكن الواقع أثبت له أن السير على نفس النهج سيضعف من وجود أمريكا،
ومن علاقتها بحلفائها الكلاسيكيين في المنطقة لصالح الروسي والصيني، وبعد حتى الأزمة التي حدثت مؤخرا بين قطاع غزة والتصعيد وما بين إسرائيل ونجاح مصر فيما أخفقت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ما حدث من وقف إطلاق نار كان برعاية جميل مصرية كاملة. جميل، هذا الأمر جعل جو بايدن يهتم بإعادة التوازن للعلاقات المصرية يعني هذا الأمريكية. الموقف، هذا الموقف المصري اليوم والدور الذي تلعبه مصر إقليميا ودوليا، إلى أي حد سيلعب وسيؤثر بشكل إيجابي لصالح مصر في ملف سد النهضة؟ وبنفس الوقت ألا تخشى مصر من دعم إسرائيلي لحليفتها إثيوبيا بأقل من دقيقة؟ يعني أولا إسرائيل اهتزت أمام صواريخ تقليدية من حماس، فما بالك بوقوف أمام أو بشكل مباشر أمام الدولة المصرية. نعلم أن إسرائيل بالفعل وراء إثيوبيا ووراء التعنت الإثيوبي ونظرية شد الأطراف التي كانت تحاول أن تفرضها على مصر، ولكن مصر في الحرب المباشرة مع الإسرائيليين انتصرت وكانت أول انتصار على الكيان الصهيوني، وبالتالي لا نخشى أن تكون إسرائيل وراء إثيوبيا أو تدعم إثيوبيا. وإسرائيل حاليا داخليا وخارجيا هي أضعف بكثير من أن تحمي نفسها، وليس فقط أن تحمي إثيوبيا. نعم، شكرا، شكرا لك، شكرا جزيلا الكاتبة المختصة في القضايا الإقليمية هند الضاوي، كنت معنا من القاهرة.